100 زراعه يا اخوان. هنا بريد السعودي وهنا العصافير، خامس عصفوره يمين يجيكم المطعم. شوف هذه بحسنات، تدور حسنات دبوري خلي ما ياكلوا، طيروا عليه لا تكسبوه. استاذ السلام عليكم. طعمية زراعة، هنا شوف الطعمية، شوف فكك. السلام عليكم. بنسوي لقاء صحفي ممكن؟ المطعم هذا كم عمره الافتراضي؟ كم له؟ كم سنة؟ 95 سنة. في ضرائب في المطعم ده ولا بدون ضرائب؟ حلو الكلام، هيا كتر سندوتشات. زبط لي سندوتش زي سمعة المحل. بل اشد جمالا. انت ترى حتدمن، انا بخلي مسؤوليه. ترى والله انتوا المفروض تظبطوا ورقه اخلاء. ها؟ خمسه حصل الكلام. يعني يا اخوان وقت ما يدفعوا الفلوس اخويانا سووا مجانين. سو انك مثلا تعود كم طماطم عشان يدفع. تدروا الطماطم يسموه بالسوري ايش؟ بندورة. يا الله، حتى الاكل يدلعوه، ايش الحماسة؟ ايش دفعت حبيبي؟ ما احتاج والله، ما له داعي. عندي ارجل تمشي معايا انا ادفع لك. والله ما له داعي، والله عظيم ما له داعي. زي كذا دائما اشتغلهم زي كذا. ساتي سادتي، جرول حقين الحمام المسرول، مخبز الزايدي هذا زميلي. احلى شيء لما تكون رديف خويك في السوق، لانه لما تسوق انت مو حماس. الدنيا دوامة. البيت ورا دقريوس. والله لما تكون وانت اللي تسوق تصور سنابات وخوخ يدك. ايش مكتوب هنا على العبوه؟ مسكافه مع شندوش طعميه كله يمشي.